بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لدرس رابردوغ وتمان خبر هي كاذبة، وهي أن هي صادقة كمتواترة، هي مظنون الصدق. أفرمي وأما مظنون الصدق فخبر الواحد، أو الصدق كي مظنونة يعني يقينين يا حديا، وهو تعريف خبر واحد كوا كي ما لم ينتهي إلى حد التواتر. نجي بتحدي التواتر لبنزام برقواري بي ونيا أجا واحدا كان راويه أو أكثر حرب راوي كي إيك نفر بي عن زياتر بي، أو جاء أفاد العلم بالقرائن المنفصلة وشد سيدوين غوتمان بسبب قرينة منفصلة علم كيف فائدة بدا وشي غوتمان خبر يمرد نبقاتي وجاء ببيني جن لخو أدن وكنف كفن عازر كري واي يعني أو خبران ما نقول أو لا. أجا ومنه بشكل خبر واحد حينئذ ما دام أما أو تعريف ما نبوكر ك وثمان نقع تحدي تواتري ما لم يبلغ حد التواتري المستفيض. خبري مستفيضش حرب متواتر حسيبة، مستفيض يعني زور براو بيتوا، زور براو بيتوا في خبري أحد هي زور براو نابيتوا، هي زور براو بيتوا وهي يعني أجا أبيش بشكا لخبري أحدا. أجا أبو أشياء وهقول قلت ومنه المستفيض في خلافها هندا قلت والله عادي تواتري علمي يقيني بفائدة هذا وهي أن هندا شي قلت يعني قسم كذا قسم برأسه سر بخويا أو دعي أو قول دي أري مستفيض قسم شي سر بخويا حالي بكاكا لبين مظنون ويقيني لبين هردو كان تعريف مستفيض وهو شايع عن عسل أو براو بوبي توا لنا محدث وفقهاء أو أنا لشرع لأصل شي باور فكراو عربك كإمام شي باور فكراو أو جاء بخاري رواية كربي، إمام أحمد رواية كربي، إمام الشافعي رواية كربي حربي أو جاء براو بوبي توا هو اللي هر أحادا برام لنا وعالمي لما قناغي دوان براو بوبي توا هو بو يفي قتلي مستفيض كواب فخرج الشايع لا عن أصل أو حديثي كواب راو بيتو لنا وعالمي وتي أصل الشينيا أو بمستفيض دعنا عندي شي لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك لنا عالم براو بيتو تي أصل الشينيا لي أكو ريوا يك عالمي باور بك لها روايتين يكل جا وايا يانا دستور ساكا. وقد يسمى أي المستفيضون مشهورا هندك علماء بمشهور شي دعنين أري خبري مشهور ده هر وشي إيشي ليلي توا مستفيض ضاو بيتوا مشهورش هل يعني براو بيتوا فرق إنيا دنقو بعض براو بيتوا وشي حديثي إنما الأعمال بالنيات أصلي هي ولا أصلي شي تساكات يو مشهورش لنا وعالمي وايا يعني لها سار مصابان ببرقدي هنو أو يا مستفيض يعني مشهور إيش لو دون عان الابن مصطلحي أحنافني قبانو نعم مصطلحي شي بس وكو أهل حديث أو دون عاني لنا دباشا أو زاقوتي وقد يسمى المستفيض مشهورا وأقله من حيث عدد راويه حربك كلايكمي أو خبريك ومستفيضة لا أو رويك وحساب راوي كام كين أي أقل عدد راوي المستفيض لايكمي إثنان دبيدوك سبا وقيل ثلاثة قيل قرينا أقل كيسية أول سور جلاية الأول قسيئة كم كقوتي أقل لكي دبي دوبن مأخوذ من قول الشيخ في التنبيه إمامي الشيرازي صاحب تنبيهه صاحب مهذبه مثلا بابرين ونيا أو فرمويتي تي فرموا هو مقول قولي أقل لبي وأقل ما يثبت به الاستفاضة إثنان لكن مكا إثبات الاستفاضة بدوراونا وعبارة ابن الحاجب أما عبارة ابن الحاجب أفرمي المستفيض ما زاد نقلته حربك على ثلاثة أو الراوي كان لسا زياد بن أذا ديار قول ابن الحاجب با قيل دانا وإيدكش بأصل مسألة دانا إمام الشفعي مسألة خبر الواحد خبر واحد أو جاء
بان عويشي لابنين ومسؤول ومستفيض ها لحجرنا وشي بي لا يفيد العلم علمي ضروري بفائدة نادا هاربكا كعلمي ضروري وشي تواتوري علمك ضروري نيا إلا بقرينة إلا بقرينة نبي أو استثناء نشاني هندية ها خبري أحد أجر قرينة شي أقل ضابو هاربكا قرينة بسبب قرينة علمي ضروري بفائدة هذا مثال وشي أركما في إخبار الرجل بموت ولده كابرايك في خبر ابداع عالم بريك كرم مرت شيها كري المشرف على الموت هاربك كخريجي مرجنبي مع قرينة البكاء قرينة شبي ككسرت هربلي لبيج ماريوان قريان ورورويا وإحضار الكفن والنعش فما شايتي كذ كابرايك استوى خريجي كفنيا كفني هنا بل وماريوي أتي والنعشي دار بعضش دينين أجبر ومعرفيتي أو قريني منفصلنا وهي أن خوك أبرايك واحدة أريت عالمي كرم مرت دوهات أتوق قرينان بيني وعلم زلولي بفائدة أدا لكن أو قولي تيجيشتي بواسطي أو قرينانا وقال الأكثرون لا لا يفيد مطلقا قوتيتيان زوربي علمان مفيد علمي زلولي نيا بمطلقي يعني قريني منفصل هبي يا النبي أدين شد شيء أو قرينة تازة باس مانكر على وما ذكر من القرينة أو قرينة كواتازة باس كرا كليرة باس كرا يوجد مع الإغماء جاروية قرينة لقر بهوشيش دي كوابو أو قرينة نابت تقوية خبر واحد جار من دارك احتمالي هي لخوشو بي كابرا قود بيتي والله مرت عالم شو بي كيف نش بيني اویش زنی موتی آن هبی کابرا چی دار بازی بینی اویش زنی موتی هبی گریانکش هر زنی موتی آن هبی او اکثر و دارین کوابو او قرینان لبرا و مبنایان لسرشتا چی مزنونا قرینکانش هر مزنونن کوابو علم ضروری بفائده نادا او اکثر کبو وقال الامام احمد رضای خوالی بی او افرمی یفید مطلقا فرمی خبری احادی مفید علم ضروری بمطلقی جاء أفرمي أو مطلقا بوندية يعني قريني خارجي هبن يعني لبن حقم بسر هندي دانيا خبري آحاد لبر شرف قوريك مفيد علم زلولية لكن إمام أحمدي أما يك شرط دانايا بشرط العدالة بو شرط الرابيك مخبيرك بابرين عدل بي لو لأنه حينئذ يجب العمل به كما سيتشك أتوازب بخبر واحد يشيبك هر وشي لمود وعده آها پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک صحابه دینار ده گوندشی خبر یاده گوده من نذرای پیغمبر صلی الله علیه و سلم اوهب کن اوهب کن اوهب کن ضرورتا اوانش ایش یانه کن امام احمد علی او برگه ابن قرینه خارجی ش گل دانه بونو خ ایش شان به خبر او واحده دکد ذا کما سیتی او دعای دی ان شاء الله گت پیراگشت نه ده درس او رو اخوینی دیگه مو انما یجب العمل بما يفيد العلم حربی لبرچج واجبہ عمل بوشتي بكري كعلمي ضروري بفائدة أدا كأمن دريم خبر واحد إيش مفيد علمي ضرورية لقوله تعالى أو علته إنما يكيا فرمي ولا تقفو شوين وشتي مكا وما ليس لك بعلم كزانست در حق مبي وشتش زانست در حقية دبا وشوين يكوم يعني إن يتبعون إلا الظن لا أو محليك وعزم يعني أكا فايت بارت على فرمي وشوين ظني أكوين أري نها فايت بارت على نهي كذ لآيتي إكام عن اتباع غير العلمي كإنسان شوين غير علمي بكي كمظنوناته وظم لآيتي دوم الزمي كذ على اتباع الظني كعالمة تابع الظن وأجيب جواب إمام أحمد إدلايتوا أفرمي خوك سكد راست برام عامنيا هذا بأوه بأدب وجوابي بدينوا أنا سكد راستا برام عمومي تيدانيا كو عمومي تيدانيا ربي أن ذلك أوي أتدري واجب عملي بي بكري فيما المطلوب فيه العلم من أصول الدين أو برقي كواهيناتوا هاربك كدر باري أوشتانيا كوا علم لوين دري بي ويستنقزا ما شوين هيا الظني تيدا إيشينك من أصول الدين أو عنيك أصول الدين لعلم عقائد كوحدانية الله تعالى وشي وحدانية خواهي وتنزيه لبن دري نابي بزن إيشيبكي دبي بسي إيشيبكي بيقينيات أو جاء أفرمي آية كان كبوم لتنان راستن برام
بو عموم الامكينه نيا حاربي تنا او شويني دقري توا كاعتقاتينا ها لو لما صبت او جاء لو شو هم جواب داوا رب لما صبت من العمل بالظن في الفروع شو اثبات بوا الفروعيات عن عمل بالظنيش كدايا اما نابي الزمي اهم عالم يبكين لو شو حتى مستهيدش كاستهادي كده استهادي مستهيدش مظنونه اجي خوش يقيني نيا اگر يقيني بايا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دو نوع مستهيدي دانان مخطئ ومصيب وايا يانا ديار مظنوناتا دكوابو او برقي امام احمد هنا سوا عموم الاحوال ناقيني تايبة سبع علم عقائد وقال الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني وابن فورك او فرموت يعني يفيد المستفيض خبري مستفيض كلامي مشهور جبو الذي هو منه عندنا كبشك لخبري احد لكنما او كلمه عندنا ابو مقود ابن فورك استاذ حربي ديكنا قسمك السربقو اري قسيمي احد يعني قسمك بلا احد لم تجيشتي او ابوي او عندنا يقول اغادر تكاتوا او فرمي علم شي نظري بفائده ادا اجا اري جعلاه امام استاذ ابن فورك اري جعلاه واسطه بين المتواتر المفيد للعلم الضروري وبين الآحاد المفيد للظن كذلك يعني قسم شديك لبين أو دوانا أرى المتواتر نيك علم ضروري بفائدة دا آحاد نيك مفيد الظن بي أدي تي قسم شي سر بخويا علم شي نظري بفائدة أدا دبي باستدلالي أتوا علمي بخود بتسبيني وشي تون أرى وقد مثله الأستاذ هر أستاذ أبو إسحاق إسفرايني مثال هنا يتولب أو مستفيضي كوا قسم شي سر بقويا بما يتفق عليه أئمة الحديث بو حديثيك أئمة حديث اتفاق عن لسرى برام نقش لتحدي تواتريش عربي نقش وشي حديثي إنما الأعمال بالنيات هم إمامك كتب شعك روايتي كذا برام نقش لتحدي تواتري وايا انا نقش تحدي تواتري تواتري هاد لبدايه السنه دي وعليه فوتها إيه دا او ابيتا علم شي نظري بفائده اداء واستدلالي بي اكليو كلا سبرا يوا او جاك السؤالي كام قوتي مساله خبر الواحد لا يفيد العلم مستنب او هاي فرمو لو مقيدي نكر بري خبر الواحد العدلي لو كلمه عدلي نقول خو امام احمد بشرتي قلت يا امام احمد شي هنا او تقسيمه لو نشي قلت واي انا اي نبي لي شو اري نا اري وانما لم يقيد الواحد بالعدل لا مساله خبر الواحد تقيد واحدين كرب عدل كما قيده به ابن الحاجب وغيره امام ابن حاجب او قيد عندنا لو امام الشبشي داينا اري لانه لا حاجه اليه شو كبيوستي بكلمه العدل نيا على الأولي لسر قولي أول كقوتي مفيد علم بقرينة ونبو لا يفيد العلم إلا بقرينة لبس تشكلوا قرينة دوري خوي أبيني قرينة دوري خوي جد نقع دالتك وابو يعنى مثال شي برجل هنا الرجل عامة لهات سنة وعا رجل شي هبي أو إيك أو إيك يشتقو حيث يفيد العلم كما كي مفيد علم بسبب قريني لو لأن التعويل فيه على القرينة لو يبشت بس بقرينة بو أو إيك ولا على الثاني لكن خير إمام أحمد في يستبين بو كما هو ظاهرون إيه لسر سيد أكثر يتكوار وكان مفيد علمنا وإن احتاج إليه على الثالث هل سر لسر قولي سيم في يستبين بو كقولي إمام أحمد كما تقدم هل وشي تعزق أمنش لشرح كي بوم تبردي وكذا في يستبى كلمة عدل هي على الرابع لكن سي أستاذي أبو إسحاق اسم رايني فيما أسره الوشي وديارة بو أجا أو ترجح كذب بقوتك هكذا لبرسد في يسيا أرى كما يحتاج إليه في يستيب كلمة عدل هي حيث يقال لهر جيش بقوت لي يفيد الظن مفيد الظن ما دام لمفيد الظن في يستيب عدل هبي لمفيد علم نظري بطريق الأولى في يستيب كلمة عدل هي أو كيف يشتي إيه مسألة بابا بس علمي نظري لزني بقوة لا وايا انا ناش قاعدة تواتري اذا بعدالتي تيد حبيبي
أديشون مسألة يجب بروم يجب العمل به في مست عمل بخبر الواحد بخبر واحد بكري لسه في الفتوى والشهادة وتعز وعدينا دابو قوتي كما سيأتي كقوتي مفيد علما لفتوى وشهادة يجب العمل بما يفتي به المفتي وبما يشهد به الشاهد لو زيانش كشاهد شاهدية دا بران بشرطه الشاهد شرطي خوي هنا وشي مفتينيا يك شرطك مثلا دبي شرط الشاهدي اويا عدل بي عداوة لبيني شاهدك ومشهود عليه نبي وايا انا زر نفعي نبي دفع ضرري نبي او شرط انا ما نقول ان اللي فيه على كل حال الشرط دي كان غير او عنش وابو يعنا بو يبي شرط يقول اجماعا واجب عملي فيه بكري اگر دي او مسألة غير مسألة بيشي او دي كبحث دهن دي بتاخوا مفيد علم يعنا او تاخوا واجب عملي فيه بكي با مفيد علمي نظريش بي عربي كاكا تخوا واجب عملي بي عمل لگر افادة علمي جودان دو مسألة سر بقونا لتك الله بل باشا بلا اجماعا وكذا سائر الامور الدينية هم امور كان ديني شر وشي فتوى وشاهدينا اجماعا دبي يجب بكري باقيها يجب العمل فيها بخبر الواحد وشي سي كالاخبار بدخول وقت الصلاة وش كابرا خبر الدات بري نويش بو دبي بقسي بكي او بتنزس الماء يعني بري او او بيز بو وغير ذلك غير اوانش او جاب بري بابا مسألة اعتقادي شغلتو ديكو ديكو سباشا او حديثاني كالبعصي حوزي كوسري او بزم رزمان هاتينا كحوزي كوسري آني او اندي او عالم آولي اخواته او هندي كاردن ادي همو احادنينا وايا انا ادي نابع عقيدة شد بيها بي بري بري حموي بس سي ناقع تحدي تواتوري هل هندي توقع تحدي تواتوري كابرا انكار بكا بيك عفر بي لو مظلوم ناتانا بيك عفر نابي هل هندي فرق خير هدي يعني انكار كتن حوزي كوسر وانا بيك عفر نابي خودي كوسر بيك عفر بي بس انا باربا خبرك اي نبي تنتكبري اسحادة بري على كل جيب ديك عكت اوي بتواتر هاتي انكاري كي بي كافر بي مظنونات بي فاسق بي جا قيل سمعان قيل قوتيتي سمعان واجبا لا عقل نقبع عقل واجب بي لبرت سمعان اكت سي برق السمع اكت اري لانه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الاحادة تاك تاكا صحابي دنادن الى القبائل والنواحي بوناو عشيرتكان وقندكان لتبليغ الاحكام كما هو معروف او نبو لقصي امام احمد او برقمان هناوا رشتك بار اخوان لسالي عواجب بقصي بكن وايا انا هموش احاد بود فلولا انه يجب العمل بخبرهم اگر عمل بخبر عواجبنا لم يكن لبعثهم فائدة مي فائدة استفادة نمو وقيل قيل شي دي قوتي سمعني عقلا واجبا عقلا وان دل السمع ايضا هل سر دليل سمع شبي برام لير اعتماد دين السر عقلي حاربك اعتماد دين السر عقلي لجهاد عقل وواجب من جهة العقلي دزور ساكا وهو حاربك اعتماد السر عقلي شونا او برقع عقلي يكاد بوديني تو اقاد ليبي انه لو لم يجب العمل به اقل عمل كذن بخبر احادي واجب نبايا لتعطلت وقائع الاحكام المروية بالاحادي او حكم الشرع يعني كرواية كلاينا بخبر احادي يقلوان كيفية دزنجيا يقلوان سونيتين ويشكرنيا وايا يعنى سن سزدو سن ركوع تيدانا وهي كثيرة جدا زوريشن اجا اري اوغر بعقل ودري اري اقر عمل ما بخبر احادي نكر باو عملانا هم تعطيل بون ولا سبيل للقول بذلك هل الشرع شجردنا داتي بري والله تعطي لي احكاما اكم لبروي بخبري احاديات يا كوابو مجبوري دبي عملي عن بيبك او لا روي عقلوا ذاك سك سؤالك اي كما كخو قول اهل السنه والجماعه ابو كقوتي وقيل سمعا ونبو كعكا لو ترجحينك الخوي دو مكا قسم معتزلانا
لو ترجيحين أكيد علي ولم يرجح الأول كما رجحه غيره وشي غير إمام السبشي على ما هو المعتمد عند أهل السنة كأبشر بقوة لكن للسنة ثم زيادة الاعتماد دين دسر دليل السمعي معتزلة اعتماد دين سر عقل خوشتك مشهولة ونكاكا علي لأن الثانية منقول عن الإمام أحمد والقفالي وابن السريزين من أئمة السنة أو سي إمامان هل سي إمام أهل السنة خلوانش نقل كلايا تأدبا نويرا أبي ديكا بمرزح دعبني لبر أوانا تكوان قصيان قوتيان عقلا هذا بكاكا كبعض المعتزلة وشي معتزلة كان ليرا تقيد اتفاق أقوال عنبوا نارين إمام أحمد وانا تشوين سلمسا من معتزلان رين اتفاق أقوال عن الليرا قولك يعني تشكر دي توا. وقالت الظاهرية لا يجب العمل به ظاهر يكان كأتباع إمام داود الزاهرين على العمل بخبر أحادي واجبنيا مطلقا عن التفصيل الآتي حرب مطلقا بجو تفصيل الآتي كقوتي لحدودا بي حرب كاكا يعني لحدودا النبي يعني هل قوتي لنساب زكاة بي يعني لنساب زكاة نبي زدواء قيدة كان همان داري مطلقا إلا بر ما بعدي خوي قوت نقل بر ما قبلي وإن كاكا لأنه على تقدير حجيته أقل واحد تقدير كين برين خبر أحد حجته إنما يفيد الظن أو إيش مفيد الظنية وقد نهي عن اتباعه نهيش كلايا لاتباع الظنية وظم عليه زم شاتيا لسر اتباع الظنية في قوله تعالى لو دعايتان ولا تقف ما ليس لك به علم أو نهيك يا إن يتبعون إلا الظن أو زمك يا قلنا تقدم جواب ذلك قريبا جواب او برقت اندراي تواوشي جواب امام احمد ما عنده لبدو قطمان او لعلوم عقائدة حاربك اكل لمسألة عقائدية وابو يانا لمسألة فروعيادنية وقال الكرخي لا يجب العمل به في الحدود امام الكرخي عالمشي حنفيا افرمي لحدود عن عملي بيناكلي لو حدود شرعي زلده زنايه و زلده خمري و حربي كاكا او نوع عشتانا لنا لايدي ايشي في اكلي لو لانها تدرأ بالشبهة لبروي حدود لا ادرين بعدنا شبهة كحديث مسند ابي حنيفة وشي حديث امام احمد امام ابو حنيفة رواية كده فرمي ادرأوا الحدود بالشبهات حديث شي صحيحة حدودا لسر عالمي لابا بشبهة واحتمال الكذب في الاحادي شبهة لبروي خبر احادي ظنية واحتمال كذب يشي هيا ها ابيت شبهة كوابو لحدودا قبول ناكلي قلنا جواب دينوا لا نسلم انه شبهة اود بنا سلمينين حاربك بيتا شبهة لبرت شوري على انه موجود في الشهادة ايضا تتوقوتت لحدودا قبول نيلا شاهدية قبورة ونال امامك اهدا باشا او احتمال يدلوه هل وكل حدود عن أبي تشبه يعني إذا شاهد يجنا أبيته لو كرتبانك دو هوا أو دلوي جدا كردوا وهي أنه أو احتمال لمن دريشة وقال قوم لا يجب العمل به في ابتداء النسب حاربك قوم شديش أو شر حنفينا أو شر حنفينا أو قولا حاربك إذا سرتاين نسابكان وازمني عملي بيبك لأن نساب زكاتان لو ها ده تماشى منك أصل لماري أويا هيس حق الشي لسر نبي وايا أنا كتولي ابتداء زكاة حق الشي دري أو حق الشي شي عارضة هاتي تسر أصلي لبي هنده بقوة بي أصلك وابن أخو بكري أديوانيا أزار بخلاف ثوانيها ورام قناغي دو مرسي أميان قيديناك أو بخبر أحادي إثبات بي حكاه ابن السمعاني عن بعض الحنفية أو لهندك حنفيان قال هل ابن السمعاني فرمويتي او اقصي حنفي عند بوشرحك اري فقبلوا خبر الواحد في النساب الزائد على خمسة او سكن اري قلتيا خبر واحد يعني قبول كدية لبنز باران زياتل بران بو بنز باران قبول معك لو بنز باري قنمي ابتداء نسوبية ونيا زياتل لبنز باران ثوانية قناق الدوامة هم تيجي اشتيخو خبر واحد قلنا لأنه فرع كزيد يك فرع أصلك يا ولم يقبلوه هروها قبور يعنك دي في ابتداء نساب الفسلان لسرتاي نساب فرخ حشتران والعجاجيلي إيغول كان لو لأنه أصل
حالی بکه که اویش تو که ابتدای او فرخانه با اصلش سر بخو داد را کسک سوالی که کو اصلی سر بخویا اره یعنی او هی مبستا فیما اذا ماتت الامهاتو دا که کان بمرن که حشتر میکانن یعنی سیر کانن من الابلی والبقری بخوی داره فی اثناء الحولی لاثناء ساره بعد الولادتی پاشی اوی فرخه هم بون تو تم حولها على الاولادی حول کش توابو بی سی گولگ بی یعنی پینت فرخ حشتر بن اولی فلا زکاة عندهم فی الاولادی لفرق كان زكاة وعذب نيشك ابتداء نصوبة بنسبة خويان مع شمول الحديث لها هر زمتني حديثة كش دا يقريتا وكلمة بينس حشتر هاتيا كلمة ثلاثين بقرش هاتيا ايو خو قول شش ستكي وسرديك بقريا فرق حشتر ستكي وسرديك ايبلا وانا فبيغمبر صلى الله عليه وسلم اعتباري بصارينا كذيا ايه قالا الزهر الإمامي حنفي فرموتي لعدم اجتمالها بوية زكاة تيدانيات كأو فرخانة مشتملين على السن الواجب لسر أو صاريك واجب بدري أها تماشاك أقل سن واجب دبي صارش تواو كردبي أو فرخ حشتر صاري تواو نكردية من كبر زكاة تيدانيات أو فأقول كجشتا صاري تواو نكردية هاربك أكا كبر زكاة تيدانيات أو علتك هناك دليل لبو عدم الزكاة او برق كيبو اذا امام حنفي لو مسألي سي قولي هنا لو مسألي تما شايك قول اشياء قرمتيك كاتوا اري وقال اولا يجب تحصيله قولي اكمي او بوبو اي فرمو دبي سني واجب بيدابك تما شايك عبارة امام حنفي بكلم من بنورا او كابراك سي تيري هبي هل سي تيرك بزي سي قول شي لباش بزي بميني دبي زكاة قول كام دا برام نابي قول شش دا دبی چی گول که چی اکساری پیدا که یعنی اکساری پیدا که چون این اکساری کم تنی نیزی بو تحصیلو دبی تحصیل سین نکی بکا او سین نکی و بو زکاته ابی او ایک قولی اکم و ثانیا هر بوی که قولی دو میشه او بو و تیجو اخذو منها هر لگول که گیس که کام رجیلی که عملیان مانگا که دو مانگا که قولی شافعی و شوش قولی امام شافعی او نیره من هاجه ها امامنا يفرمي وفي الصغار صغيرة لقيت كوكان قيت كوكا يبدأ قول الشي وشي امام شافعي بو قولي اكم امام مالك بو قولي دوم امام شافعي قولي سيامي سربقو ياري هر تيدانيا لدو قولان تيدانيا لقولي اكيني تيدانيا وقال قومون قوم شدي كفرموتي يجب العمل به واجب عمل با لا يجب العمل به لا يتدايا لا يجب العمل به واجبني عمل بخبر واحد بكري لشيدري فيما عمل الأكثر فيه بخلافه لزيش كزوريني علماء يعني بخلاف أو حديث جولاب نوا أو ديارة أو حديث خلال الشاتدايا بوي أكثر الشامبين كذيا قالوا لأن عملهم بخلافه شو عمل علماء يعني بخلاف أو حديثي حجة حجتك مقدمة عليه وفيش خبري أحد يخلي كعمل الكل وشي ويكوا هم علماء إشي بيبكن قلنا أما جواب دينيرين لا نسلم أنه حجة أري عملي زوريني علماء نابت حجات بركو عملي كل العلماء دبيتك إجماعة قد قولي أكثر نابت حجات لسر كابلا برام عملي كل دبيتي مثال بو إيرا أكثر علماء لسندنا أن صواب القراءة يصل إلى الميت هو أكثر أقل لك إمام الشافعي أري لا يصل ولم قولي أكثر جنابي تحجت ليرا لو شكنا بو كل أكثر ناقع تدرز كلي وايا يعنى ذاك وابو ها ليرا كسي إمام ترمزي بها ليرا تكريتوا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حاربك عك 7 و8 للرواية شيء للرواية شفر مي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عربي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا نيرو عصر جمع كذن مغرب وعشاء جمع كذن لبروي خبرك خبر شيء مجملة مبيني نهاتيا كجمع تقديم يعني جمع تأخيرة زورني علماء إشي بينك كذيا بو إمام الترمذي فرمي لم يعمل بهذا الحديث أحد من أهل العلم او احدوني فرموا برام لبرو دو عالم لسلفي صالح اشيام تيكذيا حربوي وبزام اقلوان
امام ابن سيرين نازم شيء ناوكم وفكرني هربوي نابي تحجد لسانك او بير الرتكريتوا او قوله ودري دري نابي ايشي بيبكي اما دري انك ايش بحديثك ناكري لبرهندي نيكو علماء ايشي ام بينك ديا ها دينوسر ازمارك بحث عام مجمل مبين دينوسر بندري على كل حديثك ايشي بيناكري برا موقع لدري بو ايشي بيناكري تشكو علماء بخلاف حديثك ايشي ام كرديا جمع تقديميان نكد يا جمع تأخير شأن نكد يا لو قريبة به سبب وايا الناس كل حديثك سبب بين أبوا أرمي من غير خوف ولا سفر ولا مطر لا أمو ياتيا وايا وقالت المالكية لا يجب العمل به فيما عمل أهل المدينة أو ما مسبي ما مالكية أريد حديثك صحيح بخبر خبري أحد ما دام عمل أهل مدينة لسر أو حديثين نبي ما عمل بحديثكين ناكين جبده لكن إمام مالك عملي أهل مدينة حجة الشرعية بركو مقدم شهد سر خبر أحدا نكر برقش الشرعي بي أري مقدم لسر خبر أحدا أجل تعارض بيدابو لحالبوي فيه بخلافه لو لأن عملهم كقولهم ككردار مدينة وقفتار كانشان قول يعني قول كانيان حجة مقدمة عليه حجتك وفيش خبر واحد يدخلي أوري لبرتي أبن عن جد أو ينبو ما يتوا دار الجدك أنت ما شايف پیغمبري كي صلى الله عليه وسلم لما زيش پیغمبري حاصل بوشتا نبوا هاربي بوي لخبري أحادي بقوة ترا هاربي ما دام بيو پیش خبري أحادي ديكين قلنا أما جدرين لا نسلم حجية ذلك أود بونا سلمين كقول عمل أهل مديني برين بإرسا ولبرهن دي دبيت حجت أو أدبونا السلمينين بلكو السند حديثي كبسلامة بو مهاد بي أو حجته هذا مثال شين بو بينا إمالي شان كعمل أهل مدينة وفيش حديثي صحيح أخذ بي أري وقد نفت المالكية خيار المجلس أري خيار المجلس نيلا بيعيدها من أكتب إلي ربطو بفلوشم لمجلس بشي ما بينونيا الثابت بحديث صحيحين بحديث بخاري ومسلم إثبات بوا إذا تبايع الرجلان هارب كاكا وشكر الفلوشتين يانكر دوبياو فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ما دام لمدرسة اللي الجلان أبو بنوا أول حارب كاكا أول لبرتي نفي يانكر يا علتي نفي كيسبو بعمل أهل المدينة بخلافه شو أهل المدينة خيار المجلس يانتي دان أبو سردم إمام مالكي ها هو ديارة باو با فلان يعني أو خيان بو هاتيا أهم في بقوة سنة لخبري لكم خبرك واحية لكن ما مالي شي شابو بس بو بيشي دي خست. وقالت الحنفية ليرا سيقة ولحنفيان الذي يقبو ديني آقاد ليلي باشا كاكا أفرمي حنفية كان فرمويتيان لا يجب العمل به فيما تعم البلوى به البلوى لذيش كوا عالم زور في أم مبتلى به او اشتشياوي اوه بتواتر بينك بخبري احاد اگر بخبري احاد هات ايشي پيناكين حربك اكبين يحتاج الناس اليه خلف زوري بيوسي بو ايشي بي كحديث من مس ذكره فليتولى وشيو حديث صحيحي كافر بكسر دستي للذكري خويدا بعد ازمي جبشوا ارما ايشي پيناكين صححه الامام احمد وغيره حديثك الصحيحة لو لان ما تعم البلوى به أويكوا تعم به البلوى أويكوا عالم زور فيه ومبتلايا يكثر السؤال عنه حربك كسؤال زور در حقك لي كسؤال شي زور كلا فتقضي العادة بنقله تواترا دبشتك بتواتر بينك بيكودوان توفر الدواعب شو خوازياري مسألة كي زور على نقله كنقلبك كواب فلا يعمل بالآحاد فيه عمل بخبري آحاد ناكله لو زور مسألة ده على تعم البلوى جاران كابرا در بيه بيه دانا بوغ لهيقرا عورتي اخرى دستي لخو اداوة حاربي كاكا يعني قما يقرا كذن علي او مسألة مما تعم البلوى تقوى اي حندي نفرك ودو نفر رواية تبكن لبع تواتر نقضي كربا اقل بالحديث الصحيح اشات لبر عادتك يا مرتي كما لبر عادتك يا قلنا لا نسلم قضاء العادة بذلك اود بنا سلمينين كعادات خوازياري اوي بي بتواتر به حاربي كاكا بارك نتو جوابي او ايك اجاقوتي لا يعمل به فيما تعم به البلوى او خالفه راويه يعني راوية كي خوي مخالف بولغ الحديثة كي او ايك لقول حنفيان يعني. فلا يجب العمل به لو
لأنه كراويك إنما خالفه كمخالفة حديثك كذي لدليل لبر دليل أشياء. قلنا أما الجواب دينه في ظنه حربي كاكا في ظنه لظن خوي دليل بوا شرني لك المستهيد شيني كدليل بي وليس لغيره اتباعه حربك عكلا بو غيري أو كابرايكم الظن بريا واجبني شوين يكوي لأن المستهيد لا يقلد مستهيدا كما سيأتي حربك عكا مستهيد تقليد مستهيدين عكار وكل موضوع دي مثالكم بوبينك عمل راوي مخالف بي يعني قول الراوي مخالف بلقر رواية حديثي حديثك الشهر بخوه نابي بائر ابنين إذا حديث الشهر يشرب أرم دعاء إن شاء الله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات بحف زاري بشوا ونكاكا أو أقرأ كذنا ويا. وقد روى الدارقطني عنه هل أبو هريرة رواية كلا أنه أمر بالغسل من ولوغه 3 مرات زارك سك دوي قابشنا فرموي هرون سيزار بيشون أو عملكي ليرة مخالفة لقر روايتك وهي أن قال الجهر دار قطني فرمويتي والصحيح عنه برام روايتي الصحيح لأبو هريرة 7 مرات هل حفتك روايتي صحيحة كهو مسألة مختلف فيها من حديث شبه قوة للبودين. ابن عباس فرمي كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة أو لكن أو كساني كمعناي ذي أدنى وتراقي السيبة سيبة إيك حسيبة على فرضي أو معناي ابن عباس بخو كابراشي تشوكني قوتي 6 تراقم خواردي قوتي 6 جار تراقب كوي قوتي أما 3 فقد بانت بها امرأتك بس يانشنك دي باين بو سيبة سي وآي أنا وأما 97 فقد عصيت بها ربك بانوها توحفتكش وناحك البرامبر بخواك ديك عددك تقوتيا خواك وربا وعدد راسينيا دليرا فتواي ابن عباسي بخلاف روايتك ايتي لكن زعم اوانيك او معنايان دي دايتوا امام حنفي فرمي عمل بو حديثي ابن عباسي ناكم شكا عملك خوي خلاف روايتك ايتي جار بخوي برقشي لبيغنبري ودز بو صلى الله عليه وسلم بو مخالف روايتك خوي كرديا اوقسي امام ابو حنفي إمام كان يجيش دفر من أما بوية عمل بحيد الحديثة كي ناكل إنسك مخالفي إزماع الصحابة على كل بهر دولان هر إشي بي ناكله برام هر إيكا برقش يدين نوا إمام حنفي فرمي راوي خلافي روايتي خوي جولاي توا إمام كان يجيش دفر من إزماع الصحابة حاربو تعارضي كده لقى الروايتي خبر أحادي درقة إزماعنا أو قولا إمام النووي لمجموع النقل كده حربي كاكا أري إجماع حديث صحيح رتكاتوا زي خبري أحد بي استعلي حاربي لو مثالنا رحمة إخوان اللي بيهم مشتان هرون كذي توا ويؤخذ من قوله أو خالفه راويه كقوتي الراوية حديث إجنكا ما صرح به من أن الخلافة فيما إذا تقدمت الرواية أقر روايتك حاربي كاكا في شي عملك بي وشيء ابن عباس إلى حديثه مطلقي روايتك في شيء عملي خوبه شنك كحديثك عاشي هنجن كابرات شوكني قوتي جنم سرطة طلاق دائما بدليل أوي راوية حديثك داري قوتم ها ألعاني أداته وشكب أو حديثي روايتك دي قوتي تي طلاق السيبة سيبة يك حسيبة وتي وضع راسي لي قوت بدي وضع طلاق السيبة سيكا وتيا هذا خلاف لوداها برام فإن تأخرت حاربك عكا أقر هاتو روايتك مخالفة راوي لدواي روايتك يبو أو لم يعلم الحال فيجب به عمل قطعا هنجين دبي بخبره واحد قطعا عن إشيكين أو قصيد ومحنة في عمبو سيام أو عارض القياسة حاربك عكا هل حنفي كان فرمي يعني خبر واحد معارض بلقر قياسي عمل بخبر واحد ناكين عمل بقياسي اكين لو شقياس استنادي ولا برقشي بقوة ترهب وديارة يعني ولم يكن راويه فقيها مقصود حنفيان ويا الراوي حديث كيف فقيه نبي اقر فقيه بو وبيش قياسي ديخنوا اقر لحنفيان بي اقر راوي حديث كيف شرع زاني صحابان بو حاربي كاكا وتسلسلك يعني وي حديثك رواية كده بو باشي العصري صحابانيش فقيه بو أري الرواية وكش حديثي ديخم أقر أوهان بو
قياسه وبيش روايته ديخم أقعد لي رهب يريو بمطلقين يا أخذن من قوله بعده في دعاء بخو مصنف بعسك أفرمي ويقبل من ليس فقيها خلافا للحنفية أريك روايتي أو راوية قبور باشر عزان جنبي خلافا للحنفية حنفي قبولي ناكن أقر تعارض أبو حاربي والشافعي لتعارض شبيه منها قبورك فيما يخالف القياس لو لأن مخالفته ومخالفة قياسه ترجح احتمال الكذب احتمال لا يدروي بقوتك على خبرك لا برام قياس اجتهادا قلنا لا نسلم ذلك أوشد بنا سلمينين حاربك كبري والله مخالفك لا يدروي بقوتك أو ناصر مدري وثالثها سيم قولي اي حنفيان هل لو مسألة دا اقاد ليبي ثالث الاقوال يعني عند الحنفية اواري في معارض القياس لباري اواري كوا رواية خبر واحد لقى القياس تعارضيها بي انه او قولي سيما ان عرفت العلة في الاصل اقل هاتو علة كمان لا اصل كي زانيبو بس بنص راجح في الدلالة على الخبر بنص شي بقوات حاربك راجح بالدلالة لس الخبر كي شي خبر المعارض للقياس كالقرا قياس روبرو بيتوا ووجدت قطعا في الفرع حاربي لفرعش ببي خلافات جي لم يقبل خبر واحد قبولنيا أي الخبر المعارض له رسحان القياسي عليه حينئذ مثالي وهنا توكاك ملا الربا في علة الربا في البر لقن ميدالتين لأنه قوت مدخر قوت إنسان في أجيه وحريش جيلي بإشجيه رجيلي خلانا به وهي أن علتي إنه قوت مدخر علتي حرمة الربا التي لبر له نفس علتي إجل أرزي هاتيا أرزي في غنبر بحثينا كده صلى الله عليه وسلم وهي أن الستعصت هاي تجي قطعان هاتي تجي وهي أن دليل أجر خبرك هاد قوتي يجوز الربا في الأرزي أو قبول معكين قولي سيمي حنفي عمدري أريلوش قطعا علتك موجودة لا أصلك إذا بخبر واحد أو علتة لا مقيسي دان أروح لحارب يستاكا أو الأخوار الزادوا يبقوا مرازعي مسالتنا أو قوتي قطعا بو أدي أو ظنن أجر علتك لمقيسي دان ظني بو فالوقفو هنجي توقف كم نترجح خبري كم نترجح قياسي وهي أن وشي مثلا أمن قياسي هناري وقندورة وشفتيم كلمية السرقنمي حاربي برام بتيا باقي حلة شي زني لأنه طعم لبرو إخوار دمانيا برام مدخري تدان عاتي تجي وهي أن أري هنجي نش توقف كم أويديك هيت أويديك ترجيح قياسي خبري فرادة ونبويا أنه أو جاري داري نأ توقفك عن القول بقبول الخبر وعدم قبوله نعلم قبول نعلم قبولنا لتساوي الخبر والقياس حينئذ سوهانجين لبارا بسيدا وشيئة شان لهاتوا وإلا أي لين لم تعرف العدة علة بنص راجح بأن عرفت باستنباط ناس لابي أو نص مساوي يعني لنص شي مساوي أذا إيه استنباطكش أويك وشبري بعسي إشارة كابو قول الإمام الشافعي لباب الرباية علتي الرباية لتعمي تعمى حاربي سواء كان مدخر بيا مدخر نبي لكن بفرقه هناري وقنمينيا حاربي كاكبع أنه فاكهة شا تعمى حاربي دولة من هذه أفلمي حاربي كاكا أريو الطعام ما قصد للطعمي اقتياتا أو تفكهان أو تداويان إذا لك نوي لحبي أسبرين وحبي باراستول أو أنا جطيبا وهاي لك الإمامي لو تكاري بدو يقري بو تداويشة ها أو أقر حنديتي باستنباطي أو نفس المساوي نيان نسك مساوي مثلا أو مرزوح نيان بهزمي قبلا أري هنجي خبر واحد قبوركين مثلا أقر قولك هات قلت والله الربا لها نارين يا حديثك هات أري بي قبور يكين زادة مثال شيء عام بوبين لو مسألة مثال الخبر المعارض للقياس حديث الصحيحين واللفظ للبخاري برام لزكي بخاريا فرمي لا تسر الإبل ولا الغنم شيري أقواني حشتران مروا بزن عند عمه النوى
تو سر وش تو زکوی او جاران زن چانا کر وش پیشوی حیوان بن میدانه دو روزانیان نه ادوشی تا کبرا ببینی گوانی پرشیدن اتو مرا چی یعنشتا چی باشی باشی یکری دوهش پوچارا بوا لفرمو اوی مکن فمن ابتاعها بعدو هر کاسه پاشی او نهیه کواتا زهات یا حشتر چی بکری یا مرگ یا بزن چی بکری فإنه بخیر نظرین بعدو پاشی کری نکی با مخ... بعد ان يحلو بها با سرپشک بی پاشی دوشی نکی انشاء امسکا اگر بکم شیر یکی رازی بابی هیری توا و انشاء اگر حزی شیر ردها با مبیعکی بگرینی توا اما وساعا من تمرین ربقص و شیش لگر لبن مطلو لبلجاتی لبن مطلو فکی او لبن اطلافی نکردیا لباب گرینی توا با اش دارین اطلافی کرد چگر شیر یک ما بی نشف و تعبی هر با خودی شیره که با باتا و هنجین از عرف خلاص عرف ربا قسم شی باتا و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرق حشره و گماره نکرد ای بابا شیری حشره زورتره لی ماره وای انا تماشا که فرق کثرت و قلته نکرد کواب و فرد و تمری بدل لبنی قسم شکل جاتی شیری اتی اویش مخالفون لرقیاس لو شو قاعده آیا فی ما یضمن به التالفو او کوا زامینی بوده اندری لفوتا و کانسیا یا مثل یا قیمتا وای یعنی دبوا یعنی را یا پاره شیری بداته یا مثل شیره که لبازاری بو بکری و بوی باته و محال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمانی اعتبار نکردیا بو مرش و بو حشتریش هر ساعت هم رچی دانا آیا بو امامین اویل من هزیره ولا تختلفو بکثرت اللبنی و قلته دو خلاف قاعده یا خلاف قاعده متلفاتانا تیگشتی کاکا وتسر بضم التاء وفتح الصاد من سرا حربك عكا تسر اخوان تو وقيل بالعكس قيل قرين السرائنيه للسريه يعني مضاعفه شيء غير معتله حرب السريه اجا تسرنا اخوان تو اخر لا تسر يا اخوان تو بري بري وقال أبو علي الجبائي أو معتزليا لابد في خبر الواحد من اثنين يرويانه غير خبر أحادي هنج العلمي بفائدة دا واجب يشي بي بكري دوكس روايتي عن كلبي أو إيك أو اعتراض له فيما إذا كان راويه واحدا يعني قال راويه كي إيك بودا بي باربشتي بيدا بي حاربي باربشتكشي للا علماء يعني بي وتجور كان يعمل به بعض الصحابة عندك صحابه ايش يعني بيكر بيبو خبري او ينتشر فيهم يعني لنا صحابان براو بيتوا او لو جبائي او قصيف قوتيا اري لان ابا بكر رضي الله عنه امام ابو بكر رزاق علي بي لم يقبل خبر المغيرة بن شعبة مع انه اصحاب بدر بيعة الرضوان بو حاربو لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة بو قبولي نكر كحديثة كيبو قول قلت أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدسة لم يلاتي الشاشيك شدائك دابيني تلو قبولي نكر وقال هل معك غيرك صحابي دي هيا وشتو أو رواية بوبري فوافقه محمد بن مسلمة الأنصاري محمد بن مسلمة الأنصاري رضا يخوالي بي أو إش موافق بو تي وضع پیغمبر صلى الله عليه وسلم شاشيك شدائك دابيني أو جافا أنفذها أبو بكر لها امام ابو بكر ششيشي دادا بيلي هو ايك رواه ابو داود وغيره وعمر هروها امام عمر رضي الله عنه لم يقبل خبر ابي موسى الاشعري انه صلى الله عليه وسلم قال او بدل كلام عمر دا سيزاري لدا دركي انك دا قراوا امام عمر جكلن يدر شي دا ايديد قراوا وشي قراوا بدو دا شو قلتي ولو هاتي فاش دركي وقراوا وأرجو تكميل حديثين بوغوتي ونيا قال إذا استأذنا أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع كسكسيزار إذن ورقل إذن ندرى باب قرأته وعنادينك قال إمام عمر تي فرمو كقبولينك فرمو أقيم عليه البينة شاهدي لسر أقصي بندنا ببكتاني داني ممن فوافقه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إمام أبو سعيد فرمي بره وحديثها وبيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم فقبل ذلك عمر أوشهر رواه الشيخان أو جاء ويقوم مقام التعدد
هر أبو جبائي أو جبائي أري وشي تعددي راويانة الاعتضاد كباربشتك بيدابي لنا الصحابة قلنا أما الجواب دينا وجواب جبائي أري تبلا طلب التعدد ليس لعدم قبول الواحد أو دعوة تعددك إمام أبو بكر إمام عمر كرديتان قول برهندي نبوك خبر واحد قبول مكان بل للتثبت بوهندي بوقف زكي يعني لأنه دريد عجي جيبي لأن أوكو حاكم ده بوا قبول كان لبو تثبت بوا برقات يكا لبو تثبت بوا أري كما قال عمر رضي الله عنه في خبر الاستئذاني إنما سمعت شيئا أري جملة اشتشبو فأحببت أن أتثبت حاربو بيم خوش بو حالا بله نادرم در جیجیر بیبگم یقین لنخو وکو حاکم در بواق بول که او جوابی اهل سنه وقال عبدالجبار اویش فقی جبائیه و نیکا که لابد من اربعت فی الزنا اره اگر مسلک خبرک خبر زنایه بو ابی چار شاهد بن او جواز بعملی چار راوی بن چار راوی چون بخش شاهدی ناکین فلا يقبل خبر ما دونها لچاران کم تردوزن فيه لزنائه كشهادت عليه هر وكل شاهدی دانه لسر زنائه قبول نکم تر لچاران خلاص اره وحكي هذا وحكى هذا في المحصول لمحصول او قولي روايت كدية عبد الجباري كوي روايات كديا قلت عن حكاية عبد الجبار عن الجبائي قلت عبد الجبار للجبائي روايات كديا نا قول شي سربخوي خوي بي قول شي سربخوي نئي خوي بل كل ما مستاي خوي روايات كديا ومشى عليه المصنف في شرح المنهاج مصنف يجل شرح منهاج إمام بيزاوي حاربي هل سرو قاعدة يروجتيا كوابو فسقط منه هنا ليرك لمك ساقد ولا متني جمع الجامعي لفظة عنه حربك كلمة عنه نن مسرايا دجار يشر شو معنى دبري وقال عبد الجبار عنه عبد الجبار قوتيتي عنه الرواية لما مساقه كذي لابد من أربعة كلمة عنه ليرن مسرايا ذا وهو أوي لمحصول داية كتازا قوتمان لمحصول حكايته عبد الجبار إلى جبائي بوا إما تقييد لإطلاق نقل الاثنين وشبري قيد كداينايا كجبائي بخودري لا دبي دوهبن أجر زنا نبي أجر زنا هبو دبي تاربن وكو قيدك بوين دريا كما مشى عليه ابن الحاجب أو إيك أو حكاية قول آخر عنه في خبر الزنا يعني قول شيديكي جبائي عبد الجبار حكايتي كرديا وروايتي كرديا بس تايبت برزينايه هاربي كاكا على كل قولك اي عبد الجبار نيباتني امام وستاي خويتي وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.